السلام عليكم يا خامس، كيفكم يا ماس؟ شو اخباركم يا حلوين؟ طبعا اليوم رح ناخذ قاعده سهله كثير كلياتنا بنعرفها، تمام، واللي هي حروف الجر والاسم المجرور. حروف الجر والاسم المجرور. طبعا في حرف انا ناسي اكتبه اللي هو حتى. حروف الجر هي من إلى، عن على، آسفة رح أعيد، من إلى، عن على، في والباء والكف واللام وحتى. من إلى، عن على، في والباء والكف واللام وحتى. طيب حروف الجر يا خامس، هاي الحروف إذا دخلت على الأسماء بتجرها بالكسرة. أصلاً من علامات إنه هذا هاي الكلمة هي عبارة عن اسم وليست فعل أو حرف إنه بدخل عليها حرف الجر. حرف الجر يا خامس بدخل عليها إيش؟ حرف الجر. هلأ من وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف واللام بدخلوا على الأسماء، إلا حتى قد تدخل على الاسم وقد تدخل على الفعل. إذا دخلت على الاسم بتجره بالكسرة، وإذا دخلت على الفعل بتنصبه من بالفتحة. حكيناها اللي هي أدوات النصب، أنه لأنه كي لام التعليل حتى. برجع بوضح الأمور، في عنا من علامات انه هاي اسم، شو اللي بدلل لي انه اسم ممكن يقبل ان ممكن يقبل ال التعريف؟ التنوين وحروف الجر. تمام تمام تمام. هلا حروف الجر بتدخل على الاسماء ولا الافعال ولا الحروف؟ ضع دائره. يلا احسنتم، تدخل على الاسماء اللي هي من الى، عن على، في والباء والكاف واللام. تمام. عنا يا حلوين يا خامس كلمة حتى، بس هي الوحيدة اللي ممكن تدخل على الاسم ممكن تدخل على الفعل. تمام تمام. إذا حروف الجر إذا دخلت على الأسماء تجرها بالكسرة. رح ناخد هاي الجملة، استبسل الجنود في الدفاع عن المدينة. نعرف أنه استبسل فعل ماضي مبني على الفتحة. مين اللي استبسل في الدفاع عن المدينة؟ الجنود، فهي فاعل مرفوع بالضم. طيب بحكي في حرف جر لهون، صح، هاي زيادة اللي بحب يكتبها يكتبها، بس بدي تعرفوا انه ما إلها محل من الإعراب، يعني لا هي مرفوعة ولا مجرورة ولا منصوبة ولا مجزومة ولا إشي، ما إلها محل من الإعراب. تمام. كلمة الدفاع اسم، كيف بدي أتأكد انه اسم؟ سبقه حرف جر، هاي أول إشي. تاني إشي إنه معرف بال. طيب بحكي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، أو اسم مجرور بالكسرة. عشان هيك لو حكيت لك اضبط آخر ما تحته خط، إيش آخر ما تحته؟ العين. شو رح أحط عليها؟ الكسرة، إنها مجرورة بحرف الجر. رح ناخد كلمة عن، رح ناخد كلمة عن، بكتب حرف جر، ايضا لا محل له من الاعراب، يعني لا مرفوع ولا مجرور ولا منصوب ولا مجزوم، لا محل له من الاعراب. طيب كلمه المدينه سبقها حرف جر، اذا هي اسم، فيها قال التعريف معناته هي اسم، فبكتب اسم ماله سبقه حرف جر، اسم مجرور بالكسرة. خذوا لي هالواجب اي ابطال، هادي واجب. انتصر القائد على الاعداء. إيه؟ بدي انتصر، شو اعرابها؟ القائد، ما هي اعرابها؟ على، ما هي اعرابها؟ الاعداء، ما هي اعرابها؟ تمام. طيب خذوا لي هاي المعلومة، هلأ خطرت ببالي.
عشان حابة أحكي لكم إياها، بما إنه الدرس أنتوا بتعرفوه فلازم نضيف إشي جديد. هلأ خطرت ببالي، عنا يا مس حكينا حروف الجر من إلى، عن على، في والباء والكف واللام وحتى. طيب في هناك هم معلومة إضافية، هناك ضمائر متصلة مو منفصلة، مو أنت وأنت وأنا ونحن، لا ضمائر متصلة اللي هي الهاء أو الكاف أو يعني هلا بحكي لكم كاف أو النا المتكلمين أو الياء سواء المخاطب أو المتكلم. عندما تتصل بحروف الجر سنعربها كما يأتي. يعني مثلا عندي حرف الجر فيه زائد الهاء ضمير بدي أحكي عنه، فيه بحكي فيه حرف جر والهاء طيب بحكي عنه ايه ضمير، يعني كلمة حتحل محل كلمة ضمير ماله متصل، هي أصلها الجملة هيك في هي الفي اتصلت مع الها، فبحكي ضمير متصل ماله مبني في محل إيش أجأ وراء أجأ بلي حرف جر، وهي بتجر الأسماء وبتجر الضمائر، بحكي في محل جر بحرف الجر، يعني إيش بمعنى أنها انجرت. تمام تمام يا حلوين. طيب بقدر أحكي عنها منها، بقدر أحكي عنه منه عنك عنك منك منك عنا منا عني مني. طيب هذول يا حلوين عبارة عن حرف جر، حرف جر تمام اتصل بضمير، هذا الضمير إعرابه بيكون إعراب الضمير المتصل بحرف الجر، بحكي عنه ضمير متصل مبني في محل ايش جر، هو مجرور بمين بحرف الجر اللي سبقه. يعني لو حكيت لك استنتج لي ضمير او استخرج من النص ضمير مبني في محل جر بحرف الجر، يعني مجرور باللي قبله حرف الجر بالطول. تمام طيب عنا يا عمري واجب صفحة 33 السؤال الأول والثاني والثالث على الكتاب. تمام ويعطيكم ألف عافية. تمام يا حلوين مع السلامة.